خلينا الأول نبتدي بالأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلع خلاله على مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد، واللي بيستهدف تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على إيد نخبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اطلع خلاله على مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد اللي بيتم بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً على يد نخبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وده بمناسبة الاحتفال بذكرى 10 من رمضان 1444 هجرية، وجاء فيها إن نصر 10 من رمضان المجيد سيظل رمزاً للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وامتلاكها لأسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى أفاق المستقبل. امبارح عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهل الدكتور مدبولي الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع سيادته بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطوير حقيقي للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول للحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين. امبارح خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 واللي تضمنت معدل نمو مستهدف 4.1%. كمان من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي بيتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي. امبارح وخلال اجتماع مجلس الوزراء تم استعراض خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، وبتتمثل محاور القانون في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية بالإضافة لحوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي فضلاً عن محور المعاملة الضريبية المبسطة وتيسير إجراءات بدء التعامل. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها انطلاق فعاليات الليالي الثقافية والفنية لقصور الثقافة في أسوان، وتنفيذ 95% من مشروع محطة إنتاج بيض المائدة في الغربية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي هتنطلق فيها فعاليات الليالي الثقافية والفنية وهتستمر لحد يوم 18 رمضان، ويشمل برنامج الليالي الثقافية والفنية عروض فنية متنوعة تضم فنون شعبية لفرقتي أسوان والمنيا وتشكى التلقائية، بالإضافة لإنشاد ديني لفرقتي السبعية وسوهاج وموسيقى عربية لفرقة أسيوط وعروض كورال أطفال لفرق أسوان والعقاد، وكمان بيتضمن أمسيات شعرية لنخبة متميزة من الشعراء ولقاءات للعودة للجذور بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء. في الإسكندرية تم بدء تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي الشرق، وده بعد استكمال وإدخال كافة المرافق، وبيربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول 2 كيلومتر وعرض 20 متر في الاتجاهين، وبيخدم قطاع عريض من المواطنين. في الإسماعيلية تم تنظيم قافلة طبية مجانية بوحدة الجريشة اللي استهدفت أهالي مركز ومدينة أبو صوير. القافلة استقبلت 1059 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية اللي بيتم تنظيمها مجاناً بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً.
في الغربية تم الإعلان عن تنفيذ أعمال محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بنسبة بلغت 95%، واللي بيتم إنشائها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج. في البحيرة تم إجراء المسح السمعي لـ 391,397 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج أمراض ضعف وفقدان السمع لحديث الولادة بالبحيرة. في جامعة المنوفية تم تكريم أيمن محمد أبو العيلة القائم بعمل مدير إدارة المتابعة بالمستشفيات الجامعية لفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو وزن 77 كيلو. في بني سويف شهدت المحافظة تسليم 10 مشروعات تعليمية بعدد فصول 144 فصل بتكلفة أكثر من 53 مليون جنيه، وده من أول يوليو 2022 ولحد مارس 2023. في الأليوبية أعلنت مستشفيات بنها الجامعية إنها حققت تقدم كبير في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، وقالت إنه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 تم إجراء 2036 جراحة في مختلف التخصصات الطبية.